بنت العمي برا بيشتري الفرس. ابوي مو هني بالمحكمه. يا لهوي محكمه؟ ليش غلط على احد؟ ماكل حق احد؟ ظالم احد؟ من اشتكى عليه؟ ما حد شكاه. وبعدين تأدب في كلامك، هذا عمك وهم ربيك ولا فضل عليك، فهمت؟ وبعدين ابوي راح المحكمه علشان اليوم ملكت محبوبه. ملكت محبوبه؟ اي الف الصلاه والسلام. ايش حق الباب؟ ما تقولي ايش حق الباب؟ بذمتك الحين مالت يبب خلف عليك عزني. قول بقى براسك عظم الله اجرك. شجرنا واجرك لا يبب. روح البس اسود. تفضل يلا تفضل. حجي مرزوق اسمع عاد، ترى بلغ السيل الزلق وانا ما قادره اتحمل بنتك زودتها زياده عن اللزوم، افضحتنا بالمحكمه وخارج المحكمه. انا ما ادري ليش ما تبي حي احد يبب. ليش اتشائم؟ هو ما احب الباب اتشائم الباب. الله يهداك حجيه شوفي بنتي، هذا طبعها من يوم صغير، وهذه عاده عند العائله العريقه، عائلتنا عريقه وهذه عاداتهم وطباعهم، يتشائمون اذا تشائموا يببوا، حتى لو مات عندنا واحد يببنا ويتشائم من هذا. كذي يعني ها؟ ما دام كذي خلاص عيل، من اليوم وراح بخلي حياتك كلها كدر بكدر. سمعت شو يقول؟ انزين من مزعلك؟ اسأل حضرة المعرس المحترم. قبل لا ندخل على القاضي ذكرته بشروطي، كان يقول لي والابتسامة على وجهه وبكل وداعة وبكل خضوع وبكل خنوع. سمعي يا غالي، أنا مستعد أنفذ شروطك، مستعد أبيع اللي وراي واللي دوني وأبيع أهلي وأبيع الدنيا كلها وتبعد، مستعد أغمض عيوني وأمشي وراك. سمعت؟ وعقب الملكة بدقيقة كشر عن أنيابه، طلع وجهه القبيح، كان يقول لي سمعي أنت الحين زوجتي بحطك بحبل من رقبتك وأسحبك لبيت أمي، وأنت جارية عند أمي وتحت أمرها. بس ولا كلمة، عيب، أنا اللي أقول محبوبة العالمة المؤدبة الخلوق، هذا كلام؟ لا تنسين إنهم ببيتنا، وين الاحترام وين التقدير وين الحشيمة؟ وانت يا ولد قماشة، نعم. انت يا اللي ما تستحي على وجهك ولا تنتخي إيه؟ ولا ادب إيه؟ ولا اخلاق. انا ظناك بنتي إيه؟ بنتي تقول لها هالكلام يوم الملكة؟ بنتي اللي ما عندي اقوى منها ولا اعز منها. حشاشة يوفي إيه؟ بتخليها جارية عند هالقيفة امك؟ مالت عليك وعلى غيفتك من حالات غيفتك عاد. طلع الابو خس من بنت ورده. نعم عندك هالعلل؟ مش هالعلل انت متزوج عليها؟ مغشر فيك. سمعي استحي على وجهك وانت خينتي. انت حرمه ولا نقدر نطاولك بلساننا ايه؟ ولا والله لو انك ريال ويقول هالكلام لا تشوفين شيء ما يرضيك، لكن انتو ببيتي ايه؟ ومحترمكم على بيتي، لكن ما انتو كفو. يلا برا، يلا انت ير امك هالساحره. مع اعصابكم يا جماعه، الحبر اللي انكتب في عقد الملكه لحين رطب ما نشف، لحقتوا تتهاوشون تخانقون، ايش فيكم انتوا؟ سكتي، مالك شغل، احنا بيناتنا شروط ولازم تتنفذ. سمعي عاد، شروطك ماني منفذها وباخذك مثل ما انت، قصب عليك، طقطقه وحفله وزواج ماكو، بس يابك اللي انت عارف. يلا قدامه. يلا قدامه. يلا الا وراي، وهذه بنتي ايه؟ الغاليه ايه؟ ومن اليوم رايح ما عندنا زواج ولا احنا مزوجين إيه؟ ويلا اعطونا مقفاكم. وتدري شلون يبا طلقني وفتك. طلقها يا سلطان، طلقها وخليها تخيس ببيت ابوها. شو مطلقها؟ شو اذا انت مطلقها؟ انا اللي بطلقها. طالق. مرزوق، تعال حجي مرزوق. شكو ايش عندك؟ ايش تبي؟ شو وسع بالك، وسع بالك وسع صدرك. اخلص ترى، شوف الإشاعة تارس الديرة ايه؟ اذا طلقتها انا تقعد عزوبي طول عمرك، زواجك من حبيبة قلبك اللي انت خبرك متوقف على زواجي من محبوبة، اذا طلقت انا محبوبة بتظل عزوبي وبيب محبوبة حطها على قلبك. يبا تعال
اقول ايش قال لك؟ ايش قال لك؟ ما قال لي شيء، حب خشمي وحب راسي واعتذر وقال انا اسف عمي. متيبه ما شفته. اوه يا جماعه، انتم كلكم عائله واحده واخوان وتوكم متزوجين، والشر دحروه ولك فايده من الشر، والعائلات العريقه الاصيله اللي مثل عائلتكم وعائلتنا هذول مال تآخي، تآزر، تعب محبه، موده، وخلون حياتكم، خلوها حياتكم ازدهار، ترى بالاشياء السخيفه هذه تخلونها مو ازدهار. عذرك مقبول. وانا اسف، طال عمرك وحقك على راسي وعلى راس محبوبه. اوكي اوكي، اعتذارك مقبول، بس اسمع يا حج مرزوق عاد، قول حق بنتك المصون العالمه المينون ان ماكو داعي للمشاكل وطولت للسان، وبعدين هي الحين صارت ملكنا بعقد رسمي، يعني ماكو داعي للمشاكل. يعني انا بذمتك قسيمه ولا سياره عشان ملكتيني بعقد رسمي بورقه خو اقصاها ورقه؟ والله هين، انا ماني رد عليك الحين، تعالي بيتي حطي لك في بيتي ويصير خير. في بيتي بتصيرين شنتي بوضع اليد والتصرف. حجي مرزوق، جهز امورك ورتب نفسك، العرس الليله. الليله. مع السلامه. مع السلامه حنظل. نعم يا مرقه. امري ما يامر عليك عدو، انا ابيك، نسيت لا اقول لك. انت سمعت الشعر اللي مدحتك فيه؟ مدحتيني انا؟ اي قولي. أقول؟ إيه قولي. كفاني من الدنيا نور عيني وناظري، حماني وصاني الوجه عما يشانبه، كريم بن كريم هو ذخري وعزوتي، حنظل ظنوني فيه ما هي بخايبة. وسلامتك. المسألة فيها فلوس؟ عيل ظنونك خايبة ولا أنت محصلة شيء؟ نعم اشتبين؟ ليش؟ أبي نفنوف حق عرس أخوك. أخوي ما يبيش تلبسين شي جديد بعرسه بعد؟ لا، أنا اللي أبي مو هو. يا بنت الحلال، هذا عرس، عرس. إنزين، إيش تبي الناس تقول علينا؟ فوضى، عفسة، عفسة، عفسة. تدرين شنو عفسة؟ ما حد يطالع الثاني، ما حد يدري الثاني إيش لابس. لا، إلا الحريم، الحريم لا يروحون الناس يعزونهم في ميت هم يطالعون بعضهم إيش لابسين. اسمع الحين اللي سمعك يقول احنا قاعدين مفاصيخ. طالع يا بنت. هذا كبت متروس فساطين بعد. هذا لما يصلحون السهره بسيطه، البسي واحد وحطي عليه يافطه اكتبي عليها فستان سهره. اوه لا تطنز، هذا واحد قصير واحد طويل ما يصلحون، بعدين شايفينهم علي. خير ان شاء الله، قصر الطويل او طول القصير. يعني خلاص ما تعتني بنو بيدي؟ لا، وسوالف ثانيه في هالموضوع ما ابي. والله شيء غريب، والله حلوه، يعني اخوي سليطيني تزوج وانا خسر فلوس. شنو هذا؟ 100 دينار؟ اكو فستان سهره محترم هالايام يبيض الوي ب 100 دينار؟ قاعده اطر منك انا. انا ايش حق الصارخين علي دائما ومتعلن صوتك بويل؟ ترى أزعل وأعصب. لا أرجوك، كل شي ولا تعصب، كل شي ولا أزعلك. إذا عصبت ترى أنا أموت من الخوف ويمكن تجيني سكتة قلبية. يا مرعب حنان، أرجوك لا تطنزين علي، ترى أعلم أمي. بس هذه حالتي معاك؟ عسى ما حاجيك إلا قلت بعلم أمي. تهددني بأمك أنت؟ إذا بتعلم أمك علمها عن حالتنا، اطلب منها فلوس، خلها تعطيك من هالألوفات اللي كان زتها على قلبها. نبي نستانس، نبي نلبس، نبي نعيش حالنا حال الناس، مو كافي ان عايشين مثل الطرارة؟ احنا نقول لي الحمى البيت قصر حسك. ما قصر حسي الا لما تعطيني اللي طلبته منك. منين اجيب لك كل اللي عندي؟ اعطيتك اياه. حنظل. نعم عادل. نعم.
تعالوا. نعم يما، نعم. نعم يما. اقضب. ان شاء الله. خذ. هذه 100 دينار ثانية. عطها العصرة تشتري لها نفنوف وتكف لسانها عنه. يا مرعب. تفضل يما. اقضب. مشكور يما. الله يطول عمرك. طال عمرك خالتي. وانت؟ نعم. الظرف هذا فيه 950 دينار. ايه. خذ منهم 200 واشتر لها نفنوف على قدها. 750 مصاريف الحفلة. خل تكف لسانها عنا هالملسونة. بوتنبا. يلا ذف. ان شاء الله. مشكورة خالتي. دلف يلا. ان شاء الله على امرك. خلاص. انا بستخف. ابين. أنا بس اللي مهبلني ومخليني مثل المستخفة إن أمك شلون درت في اللي بيننا دار بالدار شلون؟ بس أنا أخاف، أخاف ليكون لا 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 إلهام إلهام إلهام؟ إيه زين، عطنا لي 200 دينار. 200 دينار؟ إيه. هذه 30 دينار ما غيرهم ولا كلمة، ترى إذا تكلمتي آخذهم منك. يا الظالم، 30 دينار. إيه 30 دينار، والباقي بستثمرهم لك. كل شيء يكون ذهب. زين؟ إن شاء الله. زين وين نسمع حنان؟ نسمع حنان من الصبح تقصص وتفرك وتعد. وين هم؟ بالمطبخ. بالمطبخ. زين يلا. حصة تزوج. هين يا يبا يصير خير، تبي توزعني انا واختي باي طريقه وتفتك منه، لكن مستحيل اذا ما يننت سلطان واهله وخليتهم هم بنفسهم يقولون ما نبيها ولا نبي الزواج. ها كاهو مفتاح يا وراي، بس ما قلتي لي ايش بتسوين بمفتاح. انت صبري علي وبتشوفين كل شيء بامي عيلك. هلا هلا بخوي الغالي، هلا بلي لفانه يا هلابه. هلا هلا محبوبه، محبوبة اللي كلها تخرعني وغيرت مكان قلبي من الخوف. أنا حالف إني ما ليش غرفتك هذه اللي فيها التجارب، لكن ما حبيت أرفضش طلب آمر. إيش تبي؟ لا 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 خلاص، هالمرة ماكو تجارب. تعال 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 تفضل. نعم ليلى. نعم. سد الباب إن شاء الله. إيش حقك؟ ليش ليش سويت شي غلط أنا؟ حش عليك ما يطلع منك الغلط. انت مفتاح اتغلط. اتفضل. يعني اكيد ما راح تسوين عليه تجارب. تعال تعال تعال. انا ما بفلوس. تعال تعال تعال. نسيت اني انا استغنيت عن جميع حقوقي لبوك. تعال 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 تعال. خاصه 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 سالفه لدوى هذه بنتي شربت المياه بالغلط. الحين نتفق على انت يا مفتاح، ترى بتدخل التاريخ. لا ومثل ما قلت لك بتدخل التاريخ من اوسع ابوابه. بنزوجك بنزوجك يا مفتاح. Thank you.
مبارك يا بنتي. والله الله بالسنع السن. وانت يا سلطان؟ نعم عمي. الله الله فيها، ترى هذه بنتي واغلى ما عندي. الله يسلمك. لا تخليها تشتكي ولا تضرر. عفا عليك بس يا عمي، اعتبر محبوبه بعيوني الثنتين. سالمه سالمه عيونك. قول فعل يا سلطان، قول فعل. الله يسلمك. يلا تقعد تقعد. ماكو احد يا عمري الا انا وانت بس. تفضلي تفضلي يبا. ماكو احد. تفضلي تفضلي استريحي. تفضلي استريحي هنيني على القنفه هذه. تفضلي 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 ابوي. واخيرا يا حبيبتي صرنا انا وياك بروحنا. قفلت الباب قفلين عشان لا حد يجينا بس انا وانتي حبيبتي. انا اسف، ما يخالف؟ ازعجتش يعني وايد؟ ما يخالف حبيبتي. قومي يا عمري. شو 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 شو، لا تخافي لا تخافي لا تخافي يا عمري، لا تخافي. قومي يا عمري، قومي شوي شوي. يا ها. وين شبكتك؟ ها؟ ايه خشتها حق اليوم الاسود عدل من الحين اقتصاديه. قومي يا عمري، انا ادور على الحرف اللي كذي. شوي 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 شوي. تعالي حبيبتي تعالي وكح عند ساكين الدار احنا. قوم شوي 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 شوي. صوت، انا قاعد اسمع صوت كروان، صوت بلبل. ايش جيني بعد ايش جيني؟ خاب ذكرتيني كان عندنا صخره لياها سهال تون كذي التنهوص. بس حلو صوتك. عمري انتي فؤادي وشركه عمري وشركه حياتي. اضناني الوجد فتعالي تعالي 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 كلش. لا 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 تستغربون لا تستغربون، انا من الاول عارف انها عنيده وراسها يابس. بس ما يصير كذي يما، خاف يعقدها. بس حرام عليك. عيس وانا اركب. عيس عيس وانا اركب. تكفين تكفين حبيبتي، خلاص انا مسامحك مسامحك. خلاص انا اسف اسف على اللي تعبتك. ذبحتيني ما فيني شد اركض بعد. تكفين واللي يرحم والديك واللي يرحم والديك. خلاص بس خليني اشوف وجهك. بس وجهك اشوفه، ما في شيء ثاني. بس الوجه الحلو هذا اشوفه. تكفين واللي سلمك واللي سلمك. يلا علشان خاطري علشان خاطري علشان خاطري اشوف اشوف اشوف. بعد ما وصلنا انت ايش حاطه انت طاقه؟ هذا الثاني بعد وين؟ اوه للحين ما وصلنا. اشوف اكيد ما تلامين وجهك حلو ساترته. لو انا منك كان احط ستاره من حديد مو قماش. بعد وصلنا ولا بعد؟ بعد حشاء كان بطقه تبه. اشوف الله اكيد الوجه حلو. اشوف انا بدل اشوفه قمر قمر على كل هاللي مخشي هالشيء اهو. اشوف اشوف الوجه الحلو. هذا
شنو؟ وقف مفتاحه؟ وقف لا ما أنا ما أنا شنو؟ تكفى لا ما لا لا تشدخ حياتي تشلخ ما دي تشدخ حياتي لجسمي ما أشدخ حياتك أنا ذبحك أذبحك أنا مو أنا مو مني عمي مني أنا أحطك حد على الكبة لحقوا عليك لحقوا علي أصبر عليك أصبر علي الملعون هذا انت وين بتروح؟ وين بتروح؟ لحقوني ايش بتروح وين بتروح؟ ها؟ تفاهم اي تفاهم انا تفاهم تفاهم اسمع تفاهم علي افتحها تفاهم افتحها لا لا حرام عليك عمي اي خاف من الله خاف من لحقوني اي اي يا لهوي خلاص خلاص يلا يلا كل واحد داره وما لكم شغل حطوا رؤسكم وناموا يلا يلا نسمع يلا يلا يبا يلا شو السالفة هذا صوت ريال من هذا أكيد حرامي فكرة مسلسل رائع حرامي بليت العرس حرامي أنا لا يمكن أقعد عندكم دقيقة واحدة هذا حراكم خذوه صبر وقف 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 لحظة أروح مكانك لحظة لحظة تفهم تفهم شو تفهم أنا لحظة شو تفهم هذه خطر محبوبة علشان علشان تطفرك وتطلقها يا أخي طلقها وقف ما تطلقها إيش الخلف خلا شوف ضيق خلقك من طلعنا من العرس وانت ساكت ولا تسولف ليش يا بنتي انا حسيت اني ظلمت محبوبه بهالزواج محبوبه بنت عنيده ومدلني ومو كل زوج يصلح له وانا اللي ظلمته يبا انا خلاص سامحتك يبا ليه ضيق خلقك ليلى ليلى نعم هذه اختك محبوبه تفهم محبوبة تفهم محبوبة إيه محبوبة أنت هني أنا هني وهناك أنت هني ولا هناك هني وهناك لحقوني مامي زواج محبوبة من سلطانة باطل لحقوني وينها سلطان سلطان هد أعصابك هد أعصابك أي هد أعصابي أي هد أعصابي أنتوا خليتوني أعصاب أنا بذبحكم بذلكم يا النصابين إلزم حدودك وعن الغلط يلا عاد هلا هلا انت هني تشهدي على روحك اقري الفاتحه على روحك سلطان 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 كل شيء بالتفاهم يصير عفو عليك بس انت يا تفاهم اي تفاهم يا حج مرزوق انت خلت فيني تفاهم شو التفاهم هذا هاي يسمونه غش خداع نصب احتيال تغشني تغشني برادو تغشني بثلاجه تغشني بسياره ما يقالب لكن تغشني بعروس تدز لي ريال وتقول منك المال ومن العيال يا سلطان انا حالي حالك ما ادري عن شيء والله ما ادري عن شيء انت فاجأت في الموضوع وانت هد اعصابك هد اعصابك تعالي وانت تعي 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 انت اللي مسوي نفسك طيبه يا المتامره وياهم واقفه قدام العروس ويمها مني واحسن الواحد يجي فتحه وياه لا لا حرفي شويه عرفي شويه احنا عائله محافظه ها الزم حدودك وقف هنا مالك شغل في اختي لا كنت بدي دينك عليها اذا الكلام كلمني انا ها كلمك انت الكلام مني ما يفيد قدامي طلعي طلع قدامي اشوف مو انا اللي تحب تسمع الاوامر وبعدين طلع من هني ماني طالعه طلعي طلعي روحي روحي والله صبري سمجه رد انت رد قدامي اشوف قدامي قلت لك انا طلعه من هني ماني طالعه خلاص حلو ما نطلع من هني نقعد هني لازم نتزوج يبا اختي ما تبي تتزوجك غصب شلون ترضى على نفسك تاخذ واحدة ما تبي سميها لعانه انا لعين يسموني اللعين ما تحج حج مرزوق يا محبوبه بعد اللي حصل يلا يلا مع زوجك بيته ايه مع زوجك بيته انا ادري يا يبا انت تبي الفكه مني ومن اختي ادري ايش حقه علشان يقرأ لك الجو وتزوج حبيبه قلبك حصه لكن لا يبا لا يمكن واحده ثانيه تدش البيت تاخذ مكان امي انا قاعده هني مثل الشيره اسمعي سمعيني زين حصه ما احنا متزوج ماتت لا ما تحبي تزوجت تزوجت مبروك يا يبا مبروك يا بابا يا عيال يا بابا يلا عاد الحين
ما دام اطمأنيتي يلا مع زوجك يلا البيت. قدامي قدامي يلا قدامي اقول لك. انا ما اطلع ولا اروح مع زوجي الا اذا نفذ كل شروطي. اسمع اسمع بعد كل هاللي سويتيه وللشروط بعد للحين. انا 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 اشوف يا جماعه ان اعصابكم تعبانه ومتوتره. من رايي يا سلطان انك تخلي محبوبه الليله عندنا بالبيت وباكر الصبح من اصبح افلح انا اجيبها من عيني هذه وهذه. ماكو صبح الليله وتمشي بثيابها اللي عليها هذه. شفت ثيابها اللي عليها تطلع قدامي الحين واذا ما طلعت باللين تطلع بالقوه. قوه ما اخذ بالقوه يسترد بالقوه. اهم شيء كل شيء احكوني شكو سبي. عف عليك عف عليك. انت خلها الحين خلها هني وانت روح سيارتك وانا وغراك وياها بالسياره بعد عامل بالمشمش. ما يندرى مثل ما دزت لي هذا باكر تدز لي انت بعد. محبوبه قاضب العود والدقدق. شعلها مستانس يمه قاعد دقدق موسيقى الناس بالحاله احنا فيها. يم قط هالعود لا كسر على راسه شا. راجعي الحساب بنفسك بالفلس. حساب انت بعد حساب لوازم الحفله. طال عمرك انت اعطيتيني 500 دينار وانا يوم شريت اللوازم هذه طلعوا 600 والحقيقة يا أمي أنا ما كان معي فتسلفتهم. زين زين بعدين أعطيك إياهم. إيه جزاك الله خير. كم؟ اللي أعطيتيني إياهم 500. لا أنا ما أعطيتك 750 مو 500. لا يما 500 يعني أنا ببوقش. تذكري بسم تذكري تذكري. أنا ما أعطيتك إياهم قدام مرتك مو قدامك. أنا ما أعطيتها 750 دينار. شفيش بلعت لسانك؟ قولي تحكي. خالتي من زمان هذا الموضوع أنا نسيته نسيته. شفتي يما 500 نبو دارك دلال حتى على أمك اللي مسح على وجهك. أفا لكن هين خليني أخلص من مشكلة أخوك ويصير خير معك. هين يما لا تزعلين نفسك بس استريحي استريحي أنت يلا يهداك. اسمع قومي قومي أبيش بشغل ان شاء الله. من رخصتك خالتي. من رخصتك خالتي. بنروح دارنا. خير شنو هالموضوع اللي جابتني علشانه؟ سمعيني يا عدل وانتبهيلي زين. خير ان شاء الله. شوفي من الأهداف المشتركة بيني وبينك إن إحنا نبي الفكة من هالبيت. إيه عدل. ومن قماشة وسيطرتها علينا. عدل. عدل. إيه ترى والي ماكو شيء مشترك بيني وبينك إلا هالموضوع. ولا لا أنا أحبك ولا أواطنك ولا أنت تشتهين الشوفير. هذا مو مهم. كل المهم الحين إن إحنا نتفق وننسق فيما بيناتنا. نسقي أحد مانعك؟ نسقي وأنا وراك. سمعي اللي سوته محبوبة الليلة دليل على أنها مهينة وهي ممكن تفرض سيطرتها على البيت والتحكم فينا كلنا. عدل والحل؟ الحل أن إحنا نوريها العين الحمرة من أول ليلة ونفرض إحنا سيطرتنا عليها. بس الشيء هذا يتطلب منك أنك تسانديني. يا سلام أسان أنا بكل قوتي أساندك. أنا مرة ولها كلمتها ولها وزنها وثقلها عند الكلمة أنا. إيه اتفقنا يعني على هالشيء هذا؟ اتفقنا. هذا شيء. والشيء الثاني إيه نبني أن محبوبة
ليه ما نخليها تطفر تشق هدومها وتطلع من البيت وتاخذ سلطان وياها، وساعتها يكون لنا الحق ان نسوي مثلهم، نطلع بروحنا، نستقل بحياتنا بروحنا، ونستانس بروحنا، ونرتاح احنا الثنتين من خالتي قماشه، وارتاح منك انت بعد. اتفقنا؟ اتفقنا. والخاين عليها الله، والخاين عليها الله. ايش عليه مستانس وقاعد تغني؟ اخوكم تاخر، انا بالي مشغول وخايفه يكونون اعتدوا عليه. الحقيقه يا يما سيارتي ما فيها بنزين، ولا كان رحت دورت عليه. عدل عطني سويت سيارتك خرا اروح اشوفه وانا فيه. ايش رايك اعطيك فلوس سيارتك بنزين مره واحده؟ مو احسن؟ يكون احسن. يلا ايدك على 5 دنانير. حر ما عندي، ابرد ما عندكم. حشم انتوا اخوان انتوا. امشي بس تب. يا ثقلها، امشي امشي، اكبر اكبر. الموضوع ما كان فيه سوء تفاهم، خلاص احنا تفاهمنا، واذا عندك اي كلام اجلي بعدين. الموضوع ما يتحمل اي تاجيل. محبوبه هذه لازم تتعاقب على غلطتها والحين، علشان تعرف ان عائلتنا هذه لها عادات ونظم وتقاليد لازم تتعود عليها من الحين. وانا شخصيا اضم صوت لاخوي حنظل، يذكر عليك شو ما سويتي في عنان يوم اول ما دخلت هالبيت. لا، واللي سويتي بنسمه ليله العرس كانت ليله نسمه ليل حين تحلف فيها. لا، وتحلم في الليالي تفز من نومها وتقول يما. يلا يما، يلا يلا، شوفوا شغلك، خلي عصاتك تيبب. يلا تعال اقف في مكانك، وانت حركتي خليت هالصوت هذا يجبب عليك. تفضلي سلاحك يما، اقصد الوالد عدل. بسم الله عليك. هذا هوا الصوت خلاه كذي، عيل له الصوت. عندنا احنا كذي، افي على طولك، افي. شوفي دشي مني على يمناك، اول باب تشوفينه بوجهك هذا دارنا. يلا قدامي اشوف. وين تروحين انت؟ دشيتي هالبيت من هني للمقبره على طول، ما سرعه ثانيه. افي قدامي، يلا شوف قدامي، شوف قدامي، شوف قدامي. انا كنت استحي، شنو قاعد تلدغينهم؟ عيب قدام اشوف. بس قدام خافت تأدبت. سلطان نامي ما تعال معي. حاضر. دخليها داري، دخليها. أمي دخليها داري. اسمع يا سلطان. نعم بما. أبوك الله يرحمه قبل لا يموت وصاني وصاه غالية، وصاني هو على فراش الموت. أبوي ما مات على فراش الموت، أبوي مات على القنفة. الدقة مطلوبة في المسائل هذه. بسيط ولا يهمك، على قنفة الموت وصاني وصية. تذكرش قال؟ طبعا أذكر يا يمه. معقول أني أنسى أنا اللي صار؟ أنا ذاكر كل شيء. ذيك الليلة أحداثها
كنا قاعد تمر امامي مثل شريط السينما. كان رد البيت فرحان ومستانس، بطل الباب ولا انت بويها، فتشيتي حلجك، صراخ نجره هواش، بعد نص ساعه صار مرحوم. بس هذا اللي تذكره من 10 سنين؟ لا، ذاكر بعد ما صار، ذاكر يوم انه ياخذ يدك ويلمها على قلبه بقوه ويجهش بالبكي، وخنقت العبرات يوم انه يقول لك يا قماشه احملي الرايه يا من بعدي يا قماشه، وصيتك العيال لا يشتغلون بالاسهم ولا يدشون سوق المناخ، ترى يبيعون بعضهم بعض وينسون انهم اخوان. مرخصتكم اسلم روحه مات الله يرحم. انا لازلت متمسكه بوصيته. بس بلا تبشبش، امسح دموعك. خلاص يما ماكو دموع. اسمعني، انا مو مهم عندي شلون تعامل زوجتك ولا هي شلون تعاملك، لان هذا الشيء يخصكم. بس ابيك تفهمها اني انا الكل بالكل في هالبيت، وان الامر امري والكلمه كلمتي، واني متمسكه بوصيه ابوك لاخر عصا عندي، وعندي منها درازن. ابيك تفهمها ان البيوت ما تسيس الا بالقوه والعصا، مفهوم؟ مفهومي مفهوم. وفي نصيحه ثانيه، ابيك من اول لحظه تخوفها وتكفخها. انا ما ابيك تصير مثل اخوك عادل، لا. وبعد يا ليتك اذا تلقى قطوه ورقبتها قدامها، عرفت؟ علشان تخاف منك. ابي اسمع صراخ خوانا بداري هني. سمعت يا مريا مسكينه، احنا الثنتين سمعت عن حمارة القايلة وعن ام الخصف والليف؟ سمعيني زين، نبيك تسمعين كل اللي نقول لك عليه وتنفذين كلامنا، يعني طاعة عمياء. يعني نسويتي شيء من غير استشارتنا؟ أقعد عليك وقطع خمرتك. صح. شوفي، من اليوم أتبني، من اليوم رايح شغل البيت كله عليك، حمام، غسال، طباخ، يعني اعتبري نفسك مجندة لنا علشان تقومين على السهر على راحتنا وتدورين رضانا. ريحيها قمي. سمعيني عادل، سمعيها، أي شيء من غير استشارتنا ترى والله مطكرشي. سمعي العشاء الساعة 9، والغدا الساعة 2، والريوب الساعة 6:30. العشاء يكون كلنج خفايف فخذ بالفرن. صح. تبولة نريش. حاضر. قبوط. كل هذا تسوين وما سويتي؟ سمعي. نعم. قوميها. اللي أهم من هذا كله والأخير اللي نبيك تطيعينا فيه ولا تناقشين، قماشة. كل اللي نقول لك عليه تنفذينه، مفهوم؟ والحين سمع اللي بنعلمك. أنا آسف يا حبيبتي، آسف اللي تأخرت عليك وايد، ما يخالف، اعذريني، كان عندي شوية شغل. وحين صرنا بروحنا أنا وأنت محبوبة. محبوبة وراحت هاي.
نخش بالكمة الملعونة. محبوبة. يعني انحاشت ها؟ سوتها مرة ثانية. زين يا محبوبة. اسمه؟ ايش حق اسوون فيها شي؟ ليش؟ انت ويا حنا ليش؟ زين يا نسمه زين. اذا ما اسحتك بهالصوب وسويت شاورما ما اكون انا سليطين. زين اواريك شغل الله اواريك. بحثني بالبوكسات هم اللي بدوا لكن هين بعلنها حرب. شوف يا سلطان اذا تبيني لك زوجه واعيش معاك ببيت واحد ما اقعد بهالبيت، طلعني ببيت بروحي. تبين بيت بروحك ها؟ بيت بروحي. يصير خير، يصير خير بيت بروحك. مشي مشي. ماشي. مشي قدام. اعطيني دينك. اواريك. وهذا اللي احنا نبيه. شوي شوي اعطيني دينك. وين قاعدين؟ تعالي. وين؟ قاعدين. وين؟ قاعدين ثبري هني، ثبري ثبري. الحين ما تقول لي شلون اشوف من غير نظاره؟ شلون شلون يعني ما عندك غيرها؟ قاعد ادوس بطون يا هالي هني عندكم. ما عندي غيرها، عندي عندي في بيتنا. اسمع سلطان، اقول ايش رايك اروح البيت اجيب نظارتي واجيب بسرعه وتنطرني هني؟ لا والله. اي والله. لا حلوه اروح. اقعدي ثبري. انا عجبتني كذي من غير نظاره. وانا عجبتك ما اشوف، بدوس الحين بالاولي والتالي بخبط. لا من شو تعرفين، ابغى تشوفين عدل تشوفين عدل. على العياره يلا بس شبه يلا. والحين تفضلي. ما بتعشى شباب، انا بعدين اخ ما احب اتعشى وانا ما اشوف. لا لا خاف تحطوا لي شيء بالاكل. لا 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 ما في شيء، ما كل العافيه، في شغله بسيطه طال عمرك شنو بنسويها بس. ايش السالفه؟ بنفذ وصيه الوالده. لحقي لحقي ذبحها. خله يربيها، ما شفت سوت فيه. راح تموت البنت، حرام عليك يا امي. وتدري فيني انا سام فنان وحساس مرهب، ما اقدر اتحملك من كذي يا امي. حساس مرهب ماله انت؟ شو وداك وخله حنان تقضبك من رقبتك وتيرك غير احساسك المرهب يا امي؟ خليني الحين سلطان، مو وقته. المهم تعرفين المشاكل هذه، باكر يعاقب عليك القانون، يعاقب عليك القانون. مو معقوله باكر البنت تشك علينا ويقول عنك انت محرضتهم. وهي والله انت كنت بالتعريض، وانا مو بعيده هذه عالمه، باكر يحطون اسمك بالجرايد ويفضحوننا. جرايد؟ اي نعم، عروس تنطق بنت عرسها. ارجوك يا يمه ارجوك، واللي خلاص. لا 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 كله ولا الجرايد عاد. يلا بسم الله عليك. عمري ما توقعت اخوي سلطان يكون بهالقسوه. عمري سلطان. سلطان واللي حمل ليش دز الباب كسريه دش على لا تموت بنت بيدينا. والله زين بس تروحوا دوركم، انا اتفاهم ويا ولدي. روحوا يلا يلا بس يا سلطان، كافي يا سلطان. حق اللي يسوي اي حركه واللي سا تطلعين من غير شورت ولا بحين تسوين شيء من غير ما تشوفين خالتك وتشوفين راعية البيت وسيدة البيت هم تنطقين.
خلاص هذا خلاص يا محبوبة، مالك يا لطيفة الخاطر، المختبر وأدواته باكر عندك. لا مو باكر، عقب باكر، يومين بالكثير مو عندك. المهم انت تكون راضية بس ما تزعلين. أكذب عليك إذا قلت لك راضية يا سلطان؟ ما أدري، أنا للحين متضايقة، متضايقة من الطريقة اللي تزوجنا فيها. أنا ترى ولي ما حد تزوج بهالطريقة، حتى يدتي ما تزوجت كذي. محبوبة مو أنت اللي حدثتيني على هالشيء؟ نسيت اللي سويتي؟ نسيته يا سلطان؟ أي اثنين بيتزوجون لازم يكونون يحبون بعض، أو هالأقل متفاهمين مع بعض. إحنا لا الأولى ولا حتى الثانية. أنا معاك باللي قلتيه، وساعات الحب والتفاهم يجي بعد الزواج، وساعات. على كل حال قصري حسك الحين حد يسمعنا، الظاهر إنه كلهم نايمين، خاف الوالدة تحس فينا بعد وتسوينا مشكلة ويمكن الزفنة. ما دامك خايف من الوالدة تفضل نتفاهم داخل. يلا تفضل. ما أدري شو المشكلة، كل كلمة والثانية الوقت.